اي دبت 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 اي 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 قلبي 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 اي 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 قلبي 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 يي 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 كل هون يا عمري هون هون يا عمري يا قبرني قبرني كوكو بحبك 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 كريستيانو بحبك انا اللي بحبك مام خبر مؤسف عن ابن الفنانة سيرين عبد النور. فاجأة الفنانة سيرين عبد النور الجمهور ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر بتغريدة تكشف من خلالها عن إصابة نجلها بمرض خطير وهو مرض التيفود، وأوضحت أن حالته الصحية خطيرة جدا. وقالت الفنانة سيرين عبد النور في تغريدة لها: الله لا يوفقكم من نص قلبي عم بدعي عليكم، هذا غير انه برمت الصيدليات كلها بلبنان علشان الاقي ابرة لابني، وياريت لقيت، وغير الخوف والتوتر اللي عايشينه يوميا، وانتوا ما بتعرفوا غير تستنكروا وتحطوا الحق على الثانية، يا ويلكم من الله. وتفاعل مع منشور سيرين عبد النور الكثيرين من محبين الفنانة من كافة دول العالم والوطن العربي، والذين حاولوا أن يجدوا لها حل لهذه الأزمة التي تعاني منها. ووجهت الفنانة سيرين عبد النور خلال الفترة الماضية مجموعة من الرسائل الغير مباشرة لأحد الأشخاص، كان آخرها حكمة أعجبتني: تعيش الأغنام طوال حياتها خائفة من الذئب ثم يأكلها الراعي، كن على حذر ممن تمنحه الثقة وتظنه صديقك وهو عدوك. وكتبت الفنانة سيرين عبد النور في منشور آخر عبر خاصية ستوري عبر حسابها على إنستغرام فيديو قصير يجمعها بنجلها كريستيانو، أعلنت فيه إصابته بحمى التيفود، وحذرت الفنانة اللبنانية متابعيها من هذه الحمى وطلبت منهم الاهتمام بصحة أولادهم، كما أوضحت بعض الأعراض التي ظهرت على نجلها بعد الإصابة. فكتبت الفنانة سيرين عبد النور تعليقا قالت فيه: بليز انتبهوا على اولادكم، اليوم طلع ابني معاه شيه اسمه تيفود تنتج عن الاصابة بالحمى التيفودية، والاعراض هي حمى شديدة وصداع وامساك او اسهال، كما ظهر في الفيديو نجل الفنانة سيرين عبد النور وهو يقبلها.